نعم زميلي أحمد أبو زيد، في هذا الاحتفال الذي نقوم بتغطيته الآن للعيد الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة معالي السفير جمعة مبارك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية مصر العربية. بداية أرحب بك وكل عام وأنتم بخير وشعب الإمارات بخير. أشرتم خلال كلمتكم اليوم إلى حجم الإنجاز الكبير والجهد الكبير الذي بذل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم نحتفل بمرور 47 عام على قيام الاتحاد، على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، والاحتفالية حقيقة كانت رائعة جدا، حضور مشرف من كل الجهات، تمثيل حكومي كبير، عدد كبير من الوزراء ومن المسؤولين ومن مجلس النواب وأيضا من المفكرين والفنانين ومحبين الإمارات من الأشقاء المصريين. طبعا كانت بالكلمة مثل ما تفضلت عن إنجازات الإمارات اللي وصلتها خلال عام 2017 و2018. الحمد لله يعني خلال 47 عاما الماضية الإمارات تقدمت وتطورت تطور كبير جدا في دولة أنشأها وأسسها الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه حكيم العرب، فبناها على أسس راسخة استطاعت الحمد لله بالقيادة الحكيمة في دولة الإمارات وبأبنائها أنهم يحققوا أرقام في التنافسية العالمية في مجالات مختلفة، وهذا طبعا اهتمام الحكومة في دولة الإمارات على إسعاد شعبها وعلى تطوير البنية التحتية والأنظمة والقوانين، وأن تكون شعب الإمارات أسعد شعوب العالم. أشرتم منذ قليل إلى حجم الحضور من مصر من جميع الأطياف ومن جميع المجالات من السياسة والإعلام والفن والرياضة وغيرها، وهذا يدعونا للسؤال عن حجم العلاقات المصرية الإماراتية وتطور هذه العلاقات. العلاقة الإماراتية المصرية هي علاقة استراتيجية وعلاقة مثالية بين بلدين وعلاقة يحتذى بها في العلاقات الدولية، وطبعا هناك تشاور وتناقم وتبادل الرؤى بين القيادات في البلدين، وحقيقة أيضا في مختلف المجالات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية. فلو تحدثنا مثلا عن العلاقة الاقتصادية، دولة الإمارات تعتبر المستثمر رقم واحد في مصر، بلغت الاستثمارات المصرية الإماراتية الآن في مصر فاقت 6.6 مليار دولار، فالحمد لله يعني هناك علاقة مثالية احنا نقدر نقول بين بلدين شقيقين نرى بأن يجب أن الآخرين يحتذوا بها. أشكرك شكرا جزيلا معالي السفير، وكل عام وأنتم وأنت طيب وأنت بخير. شكرا على حضوركم ومشاركتكم، الإمارات فرحتها اليوم. شكرا جزيلا معالي السفير جمعة مبارك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، والآن عودة إلى زملائي في الاستوديو.